بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي مشاهدي ومتابعي قناة جوهر السويس، أنا النهاردة عملت بث مباشر مباشرة من جنينة الفرنساوي، الجنينة العريقة. أرجو من حضراتكم أديكم الرابط بتاع الفيديو البث المباشر، أرجو من حضراتكم مشاهدة هذا الفيديو. وجذبني مجموعة من الأولاد بتلعب وبتتمتع بهذا المكان. يعني أنا زي قلت في الفيديو بتاعي على البث المباشر إن أجمل حاجة هنا إن الأولاد بيقدروا يلعبوا ويتمتعوا، وهذا متنفس. طبعا كرة القدم هي الأساس في كل فسحة، وكل ما حد يجي الجنينة أو عايز يتفسح لازم يكون معاه الكوره. طبعا شباب بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا حبايبي. وعليكم السلام ورحمه الله. انتوا منورين القناه عندي، وانا فرحان جدا جدا ان التقي معاكم، وهلتقي بواحد واحد، فما فيش عايز ايه حد يتدخل على الثاني. مين اكبر واحد فيكم سنا؟ احنا كلنا حبيبي. اسم حضرتك؟ محمد ممدوح. محمد ممدوح. ممدوح، انتوا جايين هنا فسحة ولا خلاص الاجازة؟ الاجازة. اخدتوا الاجازة؟ مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. اخدتوا يعني النهاردة أول يوم في الاجازة. مين اللي فكر في فكرة تعالوا يا جماعة نروح بورتوفيق؟ هو احنا قعدنا مع بعض وفكرنا. كلنا؟ يعني انتوا الأول شرطوا بعض؟ وكان في إجماع إن كنتوا تيجوا. هنا. أتعرف باسمك؟ معاذ رضا. معاذ رضا. بتحبي جنينة الفرنساوي؟ أوي. أنت سويسي؟ أيوه. اسأل بابا، لو بابا سويسي قول له احكي لي يا بابا عن جنينة الفرنساوي دي زمان كانت عاملة ازاي؟ انت سويسي؟ اسمك ايه؟ عمر مصطفى. عمر مصطفى. وانت يا حبيبي؟ اسامة عبد الفتاح. اخوه؟ لا ما ينفعش اسامة عبد الفتاح غير. وانت حبيبي يوسف اسمك؟ يوسف مصر شوقي. ها؟ يوسف مصر شوقي. وانت اسمك ايه؟ يوسف هشام حسن. وانت اسمك ايه؟ انا. مين ما ظهرش معايا؟ انا. اسمك ايه؟ كريم سال. وانت اسمك ايه؟ معاذ عبد الناصر. انا لاحظ ان كنتوا مبسوطين قوي. وانت ايه مش عايز تصور؟ ها؟ ازيك يا حبيبي؟ كل سنه طيبين. انا خليكم كده وانا هكلمكم واحد واحد يرد عليا. ايه اللي عجبك في جنينه بورتوفيق؟ الهدوء ولا الجمال ولا النظافه؟ اتفضل. كل حاجه موجوده. هاديه. كل حاجه موجوده هنا. موجوده. هاديه. 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 صوت العصافير. حلو. واحد بيقول لي احنا طلبنا اكل. حلوه ونظيفه وواسعه وتلعب براحتك ومش زحمه. كنت تتمنى ايه يكون موجود ومش لاقيه؟ ملاهي. ملاهي مثلا. ملاهي؟ المكان ضيق. اسم حضرتك؟ معاذ. معاذ. المكان يا معاذ ضيق، فعشان اجيب ملاهي يبقى هاكل وضيعت الميزه بتاعت حديقه الفرنساوي اللي هي الهدوء. والعيله تجيب اولادها ويقعدوا ويتمتعوا. انت عايز دوشه؟ لا. ولا عايز هدوء؟ هدوء. صح كده؟ يبقى كلامي صح. الملاهي دي في الاماكن الواسعه ويبقى مكان مخصص للملاهي، لكن هنا الجنينه محدده ومساحتها ضيقه، فما اظنش هي رغبتك حلوه. بس انتوا بتجيبوا الكوره وبتلعبوا؟ ايوه بنلعب لعبه جماعيه. مين صاحب الكوره؟ انا. بتخلي زمايلك يلعبوا ولا بتلعب لوحدك؟ لا لعبه جماعيه وكلنا نلعب مع بعض. الله عليك، انت متكلم جميل. واللي مش واللي مثلا بياخد الكوره مش بيرضى يلعب حد بنقول له لا ما تعملش. مين فريق؟ هات لي الفريق اللي عمل لوحده والفريق الثاني. كل واحد يقسموا نفسكم فريقين كده. ايه ده؟ كلكم هتروحوا مع هو ده؟ بان عليه الزعيم ولا ايه؟ الزعيم. انت الزعيم صح؟ الزعيم. انا حاسس كده. كلهم عايزين يجوا معاك، ودي حاجه كويسه ان كله بيحبك. مثلا احنا كده تمام. هتسموا فريقكم فريق ايه؟ الاشباح. بتلعبوا مع بعض في انتوا منين؟ منين في السويس؟ شارع ابن الجراح. شارع ابن الجراح. وانت؟ الجناين. الجناين. الزراير. الزراير. كف صباح. كفر كامل. صباح. يعني جميع احياء السويس يا جماعه. وانت منين؟ وانا من شارع النيل. يعني يا جماعه واتجمعتوا ازاي؟ بعد المدرسه كنتوا متفقين؟ انتوا كلكم في فصل واحد؟ عشان كده بقى. في ناس في ناس مع بعض، بس انا السنه اللي فاتت نقلت. كلكم اصحاب على نفس الدرجه ولا في اتنين صحاب زياده عن بعض؟ يعني مفيش حد متميز، بس كلكم اجتمعتوا انكم بتحبوا الشاب. اسمك ايه؟ معاذ عبد الناصر. انت زعيم يا معاذ.
ينفع فيك الزعامه. احنا الثلاثه كده مع بعض من كي جي 1 احنا مع بعض. انا وده من كي جي 1 احنا الاربعه كده من كي جي 1 طيب صحاب نقول تحيا السويس. تحيا السويس. وتحيا مصر. تحيا مصر. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان أأكد لكم يا جماعة على كلامي، شوف القطة مستلقية في الجنينة واخدة كل الهدوء وكل الطمأنينة، خير دليل على الاستمتاع. شاهد هذه القطة معي. طبعا هي موجودة اهي في الجنينة ولوحدها، وانا حاسس ان هي بتقول بتتمطع يا جماعه وفرحانه جدا جدا. ما تخافيش، خليكي قاعده. ده ذكر قط قاعد مبسوط وبيتمتع بجنينه الفرنساوي.